التعليم الفني الحقيقه من الحاجات الجميله فيه ان هو منتج، واحنا عايزين نعظم ده، بس هو يهمنا طبعا العمليه التعليميه، واهم حاجه هو كمان تناغمه مع احتياجات السوق. هل يا فندم توظيف الشباب في المهن الخاصه وتدريبهم، وكيف يمكن تسقيفهم وابعادهم الى المهن الخاصه بالنسبه للاخرين؟ والله في كذا طريقه. هو اول حاجه بس نعرف احنا عايزين ايه، يعني نعرف السوق محتاج ايه، والكلام ده احنا شغالين فيه. طبعا احنا في مراكز تدريب موجوده في وزارات كثيره، وطبعا عندنا التعليم الفني الحقيقه هو الهب الاساسي للعمل الحرفي والعمل المهني في مصر، وده الحقيقه احنا شغالين في تطويره. وكذلك بالنسبه ل يعني تدريب بقى، طبعا بما انه دخل دلوقتي في عباءه وزاره الدوله هيبقى ليه دور كمان عشان يحصل تكامل ما بين الاثنين. تشغيل الشباب في القطاع الخاص والابتكارات بالنسبه للشباب كيف يمكن تبنيها بالنسبه للقطاع الخاص؟ والله هو في موضوع رياده الاعمال، في حاجه مهمه قوي احنا ابتدينا ندخلها في المناهج بتاعت التعليم الفني، هي رياده الاعمال، لان رياده الاعمال هي اللي بتتيح بتدي للطالب فكره ان هو ازاي يبقى عنده شو عمل خاص بيه. هو تم تاهيله في المدرسه خلاص او في مركز تدريب حتى، لكن هو بيبقى محتاج حته ازاي يقدر يفتح محل خاص بيه، ورشه صغيره خاصه بيه. فطبعا هنا النوعيه دي من التوجيه للشباب تبقى مهمه قوي علشان نقدر ننمي الصناعات الصغيره والصناعات المتوسطه.